عيب الكلام ده يا فهد. ايه بحليب حليب فن معيش معاكش معاه ده انت كده بقى بتعمل عليا فرده وبتبلطج على والله العظيم اطلع لك من اخرك ثلاث اخوان من رخينا. لا لا خدها. طب وانا ما اخر عنك حاجه يا امه؟ امرك ماشي. ودي 50 جنيه مش 40 جنيه. يا واطي يا الماما يا دول، يا واطي يا الماما يا دول، انا توقفني قدامك زي التلميذ كفايه مستحمله قعدتك في البيت واكل شارب نايم يا صاحبي. بس بقى جبت لك ايه؟ مش عاوز. اتفضل بقى. قلت لك مش عاوز منك حاجة. خليها. طب خليها خليها خليها. الست دي أمي. الست دي أمي. يا أنا طول عمرها ما شالتش غير همي. وأنا آخر صبرها. الست دي أمي. الست دي أمي. بتقولي دعوة حلوة. دعوة الأمهات ربنا ينور لك طريقك يجعل صباحك كنافة. الحاجات دي يامه. ربنا يا رب ما يحرمني من تشجيعك ليا. انت الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي. امي الست دي امي شقيانه طول عمرها عرفتش شايله همي وانا اخد صبرها. ماما يا ماما مري ماما مامي يا حنينة وكل بتشيبة. كفاية بقى جربتني في الأمومة اتخنت. حبيبي يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من خلاص بس والنبي شوية شوية ودمي بس يا وحش بقى احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ اخرج.